لا لشيء إلا من أجل المطالبة بحقها المبدئي لا مشروع. يعني كل توضيح دارجة ودون لجوء إلى مصطلحات قد لا يفهمها هؤلاء المسؤولين. إحنا جينا هنا لا لشيء إلا من أجل المطالبة حقنا المبدئي ولا مشروع، كون أن الحق يمتزع ولا يعطى. يعني كل سهولة وكل بساطة، نحن مزاولين قطاع الحفلات وقطاع ممولي الحفلات، بقى عندنا ما ناكلو، بقى عندنا ما نشربو، بقى عندنا ما نديرو. الخدمة الوحيدة اللي كانت عندنا هي الخدمة هذه تاع ممولي الحفلات. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. يعني اول حاجه جينا لهنا مع مجموعه نتاع العاملين بقطاع الحفلات والممولين الحفلات، نقافات، سربايات، دقيقيه، يعني جل وكل العاملين بهذا القطاع. يعني جينا هنا لعند هاد الناس المسؤوله لا لشيء الا من اجل المطالبه بالحق المبدئي ولا مشروط. يعني جينا هنا كنطالبوا بالحق نتاعنا في العوده للعمل، يعني وفق كل الشروط الاحترازيه وكل الشروط اللي وضعتها الدوله على الراس والعين. حنا متفقين ومتفقين بانه كاين واحد الفيروس فتاك داخل هذا الوطن الحبيب وداخل العالم ككل. يعني ما جيناش هنايا باش نطالبوا بواحد المسائل ولا بواحد الاحلام وهميه من اجل انهم يحقوها لنا، بقدر ما جينا نطالبوا بالحق نتاعنا المبدئي في العوده للعمل. يعني ان الانسان راه ما لقى ما ياكل، ما لقى ما يشرب، ما لقى فاش يخدم. احنا ما جيناش هنايا باش يحقوا لنا شي حاجه اللي بغاوها هما ولا شي حاجه وهميه، احنا جينا باش نخدموا. وإلا ما كاينش هاد الخدمه كما تعطى الدعم للناس اخرين يتعطى الدعم لهاد الناس. يعني ماشي فئه تستافد وفئه تهمش. ومنين تجي الشروط يقول لك اودي راه خص الشروط نتاعكم انها تكون عندك شركه، اودي راه غير بالعقل. انا الا كانت عندي شركه واش غادي نجي نطالب بالحق؟ راه لا يعقل. بالعكس انا نزيد نخدم معايا ناس ونزيدوا ناس اخرى تستافد وناس اخرى توصل العيش نتاعها. يعني هذا هو المطالب نتاعنا، وتحياتي للجميع. وكنتمنى ان هاد الناس يشوفوا فينا بواحد العين نتاع المنطق، وعين انها تلفذ لنا ولا تلبي لنا المطالب اللي طالبنا بها، لان هي ماشي مطالب اللي وهميه ولا طالب لي. احنا طالبنا بجوج حوايج، اما العمل، اما كما استفدوا الناس من الدعم نستافدوا حتى احنا. وتحياتي للجميع. جينا الوقفه هذه باش يعرف الراي العام السبب ديال الوقفه ديالنا هنايا. حنا هذه لمده 8 شهور ما خدمنا، واقفين، وهذا هو المصدر العيش الوحيد ديالنا هو قطاع ديال الحفلات والمناسبات. واش غادي نقول لكم؟ حنا ما لقينا، ما وقفت بينا كما نقولوا السبل، تقطعت بينا، تابعنا مصاريف، تابعنا كريات، تابعنا بزاف حوايج، والدوله ما فكرتش فينا، المسؤولين ما عطاوناش شي حلول. سمعنا باللي انه كاين الدعم، شنا غير في الدوزيام والرباط، ما شناش في ارض الواقع. حنا كنتسناو هاد الناس يوقفوا معنا. حنا رحنا على حافه الافلاس، والمخير فينا راه ما كيلقى ما ياكل دابا حاليا، راه مده ديال 8 شهور، راه اللي عنده شي حاجه كان دارك هالدوائر الزمان راه طب فيها، ما بقى له حتى شي حاجه. لهذا كنطلبوا من المسؤولين انهم يشوفوا فينا بعين الرحمه ويوقفوا مع هذا القطاع هذا اللي كيخدم واحد الشغيله كبيره، واحد الشغيله لا يستهانوا بها داخل النسيج ديال المجتمع. انهم يفكروا فينا، خلينا نخدموا بواحد وفق بروتوكول صحي معين كما داروا جميع القطاعات، اسوه جميع القطاعات، حتى حنا نخدموا ولو بالقليل. المهم ما نبقاوش واقفين بحال ما هكا. دابا راه من شهر 3 وحنا واقفين، ودابا راه شهر 11 على الابواب. هذا كيعني اننا مشينا للهاويه كاملين. تحيه لضيف متضرره من التضررات اللي ضروا بسبب هذه الجائحه، ودابا كنطالبوا حنايا باش اننا يخليونا نخدموا. ودابا حنا متضررين بزاف من هذا الشيء اللي رحنا فيه، وما استفدنا لا من تعويض لا من حتى شي حاجه. وصحاب المحلات اللي حنا كنكثريو عليهم باقي طالبونا باش اننا نديو لهم الكراء ديالهم، وحنا دابا ما عندناش. ودابا وصلنا للمحاكم معاهم، ولادنا راهم بالجوع، خوتنا راهم بالجوع، شحال من وحده راه هازه عائله باش انها كتخدم عليهم من هذا المجال هذا. وحتى لين غادي نبقاو حنايا هكا، ضروري المسؤولين يلتفتوا لنا واحد الالتفاته، الالتفاته ولو بسيطه، لان شحال قدنا غادي نبقاو هكا؟ راه حنا عيينا اللي عندنا، خسيرنا على هذا الشيء. ودابا راه حنا وصلنا صافي صافي، ما بقيناش قادين نزيدو نصبرو باش اننا نزيدو نسيرو اننا نحافظو على المحلات ديالنا. لحقاش النسبه الكبيره دابا اللي خدامه في هذا الدومين هذا راه في المحاكم،
وشكرا. نشكروا الحضور على هاد الوقفه واللي لبوا لنا الدعوه، وحنا جينا لسبب واحد، انه هاد القطاع متضرر لمده 8 شهور وبنادم مريح. لا يعقل ان القطاعات الاخرين خدامين وهذا القطاع لا. مثلا كنشوفوا جميع القطاعات كاملين خدامين الا قطاع الحفلات، علاش؟ الله اعلم. وباش زايدين مكملينها مخرجين دعم وسمو هي الشروط ديالو، من المستحيلات انها تكون عندك شركه. اصلا لو كان عندي شركه انا ما غاديش نجي ندي لك هاد 2000 درهم اللي مخرجها. وتحيه عاليه وشكرا. عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.